إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد وفي تحليل جديد على تنعيم عرف الكذب. وقع الاختيار على عملة الفوركس اليوم في الفوركس، في سوق الفوركس، عملة الدولار الكندي اليو اس دي كاد، الدولار مقابل الدولار، الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي. لكن قبل التحليل المفصل باستعمال التحليل الموجي والبرايس اكشن، اولا اريدكم ان تذهبوا الى قناه التليجرام المجانيه، هذا هو الرابط، اضع لكم في الوصف، في صندوق الوصف. في هذه القناه نضع عروضنا واخر عرض ودوره التحليل الموجي والبرايس اكشن فقط ب 197 دولار. يمكنك ان تكلمني على الرابط الخاص بي، لا تاخذوا فقط هذا الاسم، خذوا الرابط، ساضع لكم في التعليقات، خذوا الرابط كاملا لانه قد يتم النصب عليكم. هناك من يستغل صورتي وهذا الاسم، هذا الاسم هناك من يستغله، انتبهوا. طيب، واطلبوا رسالة صوتية باسمي، كما قلت في هذه القناة نضع كذلك أرباح المتداولين، فيديوهات، صوت وصورة لآراء وشهادات المتداولين. كذلك أذهب أنصحكم إلى الذهاب إلى الموقع beeprwavetrader.com، beeprwavetrader.com بها بعض الكتب المجانية، يمكنكم تحميلها مجانا، تضغط على ابدأ الآن مجانا وحمل الكتاب على إيميلك الخاص دون أي مشكل. تحذير: التداول من خطير، يمكن أن تخسرك أموالك، لذلك كل ما نقوم به في القناة هو ذا مغزى تعليمي وتثقيفي 100%. لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية. إذا ضغطت على زر الشراء والبيع فأنت المسؤول، مسؤولية تم عن قراراتك. قناة العلم لا يعرف الكذب لا تتحمل أي مسؤولية، بالتالي كل ما نقوم به في القناة هو لتعليمك كيفية التحليل، سواء فوركس، عملات رقمية، أسهم، أي شيء. اليوم وقع الاختيار كما قلنا على عملة اليو اس دي كاد أو الدولار الكندي، أو الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي. طيب، أول شيء أنا أذهب إلى فريم الشهري. ماذا لدي؟ ماذا لدي في فريم الشهري؟ لدي هذه الحركة القوية، ثم لدي موجة دافعة، تصحيح قوي، لا يمكن أن يكون هذا هو التصحيح، ثم موجة دافعة. ولاحظوا ما الذي يقوم به السعر هنا، هذا تصحيح، هذا تصحيح إما للصعود لكسر القمة قبل النزول ليعطي هذه الحركة، حتى يكون هذا هو النموذج التصحيحي للصعود لمرة أخيرة قبل النزول ليعطي هذه الموجة الدافعة، ويكون هذا كله هو تصحيحها، هذا أول شيء. أو إذا تم إعطاء تصحيحا هنا، هذا للنزول يعطي هذه الموجة هنا، لأنه قد يكون هذا هو التصحيح. هل تم كسر هذه القمة؟ هنا السؤال، أريد أن أرى هل تم كسر هذه القمة؟ إذا تم كسر تلك القمة فهذا احتمال ممكن، إذا لم يتم كسر القمة هذا احتمال ربما بعيد. طيب، أنا سأعتبر الآن حاليا أن هذه موجة دافعة وهذا هو تصحيحي فيها 1 2 3 1 2 3 ثم 1 لدي 1. هل 1 2 3 صغيرة هنا أم قد نحصل على 2 هنا كبيرة للنزول قبل الصعود؟ لا أدري، لكن يجب أن يعني نحلل بطريقة واضحة لنرى بنية هذه الموجة. هل اكتملت؟ إذا اكتملت بنية هذه الموجة وإذا تم كسر هذه المنطقة فالموجة السي هنا قد تكون اكتملت، لكن أريد أن أرى هذه الموجة كيف هي، هل فيها نقص في الزخام، هل فيها، كيف يمكننا أن نرقمها، هل هي على شكل 1 2 3 4 5 أو دبليو إكس واي أو أي بي سي أو دبليو إكس واي إكس زد، مجموعة من الأمور. لكن توقعي بما أنني أرى هذا النموذج فهذا يعني أن هناك هذه الموجة صعود على الأقل لكسر القمة، على الأقل لكسر القمة، تمام؟ طيب، إذا هذه المستويات المهمة بالنسبة لي، أنزل إلى فريم الأسبوعي لأرى تفاصيل آخر موجة كيف هي، تمام. أريد أن أرى المعقد دي كذلك، مهم جدا بالنسبة لي فقط لبعض الأمور. إذا لدي موجة تصحيح، تصحيح رانين فلات هنا، ثم كذلك تصحيح هنا صغير رانين فلات كذلك كما تلاحظون. أريد أن أرى هذه الموجات كيف هي، يعني التفاصيل على فريم اليومي. نرى لدي ديفرجنس، نعم، إذا A B C، تمام. طيب لاحظوا، أو أكبر تصحيح هو هذا التصحيح. إذا ربما ستكون هذه الموجة على شكل A B C. إذا كانت على شكل A B C كان يجب أن يكون هناك موجة دافعة، تصحيح ثم صعود، مما يعني أن هذا فقط ربما يكون تصحيحا كبيرا للنزول لمرة أخيرة لكسر القاع قبل الصعود.
تلاحظون بنية الموجات كيف هي مهمة. إذن هذا ما هو إلا تصحيح. طيب هذا التصحيح، هذا هو التصحيح، تم كسره. إذا الآن إذا كان هذا تصحيحا، هذا يعني أن هناك نزول للقاع لكسر القاع مرة أخيرة. هل يمكن لليو اس دي كاد أن يصعد قليلا ثم يعود لكسر القاع؟ ممكن. بالتالي بالنسبة لك إذا لم تكن يعني لديك خبرة، خلي حتى يكسر القاع للمرة الأخيرة، لأن هذه ليست موجة دافعة. هاته ليست موجة دافعة. يفترض لو كان اكتملت هذه الموجة بنيتها، يفترض أن يكون موجة دافعة ثم تصحيح ساقط ثم بوم، تصحيح ساقط بوم، تصحيح ساقط بوم. تلاحظون؟ ف اليو اس دي كاد هو للصعود على المدى الطويل، أظن. ولكن إذا بدأ يعطينا تصحيحا صغيرا هنا هكذا، ثم يرجع، ثم يعطيني تصحيح، ثم يرجع، هذا يعني تصحيح. وتبحث عن صفقات بيع من هنا لكسر القاع، هذا القاع، على الأقل هذا القاع، لأنه سيصبح هذا التصحيح هو تصحيح لهذه الموجة، وسنحصل على مثل هذه الموجة في الأسفل. طيب الآن كيف سأتصرف على المدى القصير؟ نزيل في 4 ساعات لأرى ماذا لدي. إذا هذا تصحيح، ننتظر أن يكتمل ويمكن البحث عن البيع لكسر القاع. هذا تصحيح، لاحظوا هذه الحركة قوية. ممكن أنا توقعي هو أن يصعد يرجع لهذه المنطقة ثم يعود، وعندما يعود إلى هذه المنطقة يمكن البحث عن البيع من هذه المناطق في فريم الساعة باستعمال موجة دافعة تصحيح، بيع إلى هذه المنطقة ثم إلى كسر القاع. إذا على المدى المتوسط والقصير هو هذا ما هو إلا تصحيح، وإذا تم كسر هذا التريند لاين فهو للبيع إلى كسر القاع الموجود هنا. تلاحظون إلى كسر هذا القاع. إذا كما تلاحظون هذا هو تحليل اليو اس دي كاد أو الدولار الكندي حاليا. حللنا من المونت، من الشهر إلى الأسبوع إلى اليوم إلى الساعة، إلى 4 ساعات إلى الساعة. وكما قلت هنا يجب انتظار اكتمال هذا التصحيح. هذا التصحيح لازال لم يكتمل، هناك مجموعة من الأمور هنا يجب اكتمالها. أنا أتوقع كما قلت، أتوقع أنه إذا أعطاني صعود كسر هذه القمة ثم عاد بقوة، ليس هناك بيع، أنتظر أن يعود، وعندما يعود إلى هذه المنطقة أريد أن أرى موجة دافعة ثم تصحيح، وهنا يمكن البحث عن البيع لكسر هذا القاع الذي هو على مستوى 1.20 1.2055. هذا هو الهدف على المدى المتوسط. لكن بعد ذلك على المدى الطويل، فعندما يتم كسر هذا القاع لمرة أخيرة قد نتوقع صعودا لكسر القمة. وهذا هو هذه الصفقة المهمة بالنسبة لي أنا، هي صفقة استثمارية. إذا جاء إلى هذه المنطقة كسر ثم فجأة أعطانا موجة دافعة تصحيح، فهذا هو منطقة شرائك لكسر القمة، لأن هذا يعتبر تصحيحا ليس نزولا قويا. لاحظوا هذا يعتبر تصحيح، موجة أولى، موجة ثانية، ثم موجة ثالثة للصعود، قبل إعطائنا هذا النزول الذي نريد، ليعطينا هذا النموذج الذي قلنا راني فلات لصعود أخير قبل النزول، لإعطائي هاته الموجة. إذا نحن في تصحيح كبير في اليو اس دي كاد أو في الدولار الكندي. إذا هذا هو تحليلي بطريقة مفصلة باستعمال تحليل موجي والبرايس أكشن بطريقة منطقية. من أراد الاشتراك في دوراتنا التدريبية والتعلم بطريقة احترافية مع ليلى، التحدث معي عبر هذا الرابط، أرجوكم أصدقائي خذوا الرابط كاملا، لا تأخذوا فقط آخر اسم، خذوا الرابط كامل على التليجرام. هناك من يريد النصب عليكم وأخذ أموالكم، واطلبوا مني رسالة صوتية باسمكم، أرجوكم اطلبوا مني رسالة صوتية باسمكم، لأن هناك من يريد النصب عليكم باسمي وأنا غير مسؤول. قناة علم يعرف الكذب غير مسؤول عن هذا الأمر. لا تنسوا تفجروا لايكات، دعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو، ولا تنسوا أن العلم يعرف الكذب. السلام عليكم، يعطيك ألف عافية أخي وسام. أنا حابب أتشكرك كتير على دورة التحليل الموجي، بالحقيقة هي دورة كتير مفيدة وكتير مهمة، وأي واحد بيشتغل بعالم الفوركس أو البورصات بشكل عام لازم يطلع عليها. الحقيقة أنا لسه خلصت منها بس أول 6 دروس، بس فعلا كان فيها مع كم معلومات كبير ومشروح بطريقة سهلة ومبسطة ومفهومة للجميع. فشكرا جزيلا لك ويعطيك ألف عافية. أخي وسام، حبيت أرسل لك الفيديو وأتشكرك للمعلومات الثمينة اللي وفرت لنا إياها بالفيديو.
بمجموعة التحليل الموجي، اختراعك وابتكارك، ما شاء الله عليك يا أخي. أصعب إشي بالتداول اللي هو التحليل الموجي هذا، فعلا يعني قبل ما تعرفت عليك كنت من 95% الأغبياء المتداولين، والحمد لله يعني بإرادة ربنا وبالكورسات اللي وفرت لنا إياها، إن شاء الله يعني عم بترك 95 وعم باجي للـ5% المتداولين الأذكياء. أهم شيء بالكورسات تاعتك يا أخي، وهذا هو الإشي اللي إحنا اللي نتداول ننساه، اللي هو المنطق. كيف البيج بوي أو كيف أصحاب النفوذ بالسوق، صناع السوق، كيف بيفكروا؟ لما نعرف كيف بيفكروا حنعرف كيف نتداول معهم. يا أخي نتشكرك مرة تانية على المعلومات اللي وفرت لنا إياها، ونتمنى دائما نسمع منك اختراعات أو اكتشافات جديدة في السوق عشان نكون يعني من المتداولين الناجحين ونسوي أرباح. هلأ صدقا بالأسبوعين اللي فاتوا مع تحرك السوق سويت أرباح متواضعة الحمد لله، يعني ندخل بالتريد ومتوقعين تقريبا يعني 70% شو رح يصير. كنا من أول ندخل بالتريد 50% هيك 50% هيك، الحمد لله هلأ صار 70%. نظرتنا لاتجاه السوق صح. نشكرك يا أخوي وسام، والله يخليك لإلنا وللمجموعة الحلوة اللي عملت لنا إياها. سلام. السلام عليكم. شكر خاص لأخي وسام على دورة التحليل الموجي والبرايس أكشن. صراحة عن نفسي أنا استفدت كثير من الدورة هاي وحققت أرباح الحمد لله كثيرة، بما أني متداول ما كملت سنة في التداول، في آخر 6 شهور كنت خسائر في هبوط السوق، الحمد لله عوضت خسائري كلها وبديت حين أدخل أرباح الحمد لله، والفضل لله أولا وثانيا لأخي وسام. وأنا أشكر أخي وسام شكر كثير صراحة على تبسيط الأمور وإعطائنا الفهم الكافي لتحركات السوق ولصناع السوق. ومرة ثانية شكرا أخي وسام على التحليل الرائع والمبسط والتعليم الرائع اللي علمتنا إياه. تحياتي للجميع. بدي أشكر الأستاذ وسام على دورة البرايس أكشن اللي كانت المفاجأة كتير حلوة من بعد دورة التحليل الموجي، والمفاجأة اللي فيها إنه بسيطة، طبعا بحتاج إلى تركيز ومحتاج إلى تكرار ولاستمرارية، بس طريقة الشرح بإيجاز وبمخزى كتير غني بالمعلومات. فبتشكر الأستاذ وسام على هاي المفاجأة الحلوة اللي قدم لنا إياها واللي هي البرايس أكشن. شكرا كتير أستاذ وسام.